السلام عليكم، يا هلا والله ومسهلا بكم جميعا. أسرار محاولة اغتيال عادل الجبير وما علاقة تلك المحاولة بمملكة البحرين. الله يحييكم. 2011 كلف قاسم سليماني رئيس فيلق القدس سابقا في الحرس الثوري رجل اسمه عبد الرضا شهلان، هذا كان بمنصب رئيس الاستخبارات في فيلق القدس، كلف بمهمة. إيش هذه المهمة؟ اللي هو تفجير السفارة السعودية بواشنطن. طيب فكر عبد الرضا شهلاي ايش ممكن نستعين بمين؟ قال نستعين بمسؤول حزب الله الحجاز في فيلق القدس اسمه علي غلام شكوري، وعشان الصورة تكون واضحة يقصدون ايران بالحجاز اللي هي البحرين والسعودية جزيرة العرب بشكل عام. وجوا يفكرون هل نستعين ببحرينيين تابعين لحزب الله الحجاز، هل نستعين بإيرانيين، وهم كانوا وهم يريدون يبعدون أي شبهات بإيران بتلك العملية. رجعوا لعبد الرضا شهلة قالوا أقول لك والله إذا جبنا بحرينيين معروفين محسوبين على إيران وإيرانيين صعبة، قال أقول لكم خلوا المهمة عليك. طيب إيش ممكن؟ قال والله عندي ولد عمي في تكساس اسمه منصور أربا، عنده معرض سيارات، سيارات مستعملة، وراح أشوف كيف ممكن يساعدنا. تواصلوا مع منصور أرباب وعنده الجنسية الأمريكية. طيب كيف؟ إيش ممكن؟ قال والله أنا عندي تواصل مع عصابة مخدرات في المكسيك اسمها لويس زيتاس، هذه العصابة ممكن تسوي هذه الجريمة، وبعدين نرفقها نقول جريمة منظمة ناس مخدرات وما إلى آخره. طيب يلا روح. راح منصور أرباب للشخص اللي يتواصل معه في عصابة لويس. في 14 مايو 2011 سافر منصور أرباب إلى المكسيك والتقى بالقيادي اللي كان يتواصل معه، هذا القيادي في عصابة لويس زيتاس. طيب هذه العصابة معروفة في أمريكا الجنوبية، يعني مو بس معروفة مخدرات، سفاحين يعني جرائم قتل وغيرها. وجاء وقابل. طيب إيش المطلوب؟ قال والله لا أحتاج لا مخدرات ولا أحتاج شيء، أحتاج نفجر السفارة السعودية في واشنطن. طيب كم تدفعون؟ والله نبدأ بمليون، مليون ومية، وصلوا إلى مليون وستمية دولار. لسوء حظ منصور أرباب أن القيادي اللي قابله في العصابة أصلاً هو متعاون مع مكافحة المخدرات الأمريكية ولقب العميل CS1، فجاء يتفاوض معه. طيب خلاص اتفقنا. رجع منصور إلى أمريكا، وبعد ثلاثة أسابيع رجع منصور أرباب مرة ثانية إلى المكسيك علشان يشوفون يخططون كيف يفجرون السفارة السعودية. ولكن منصور أرباب هذه المرة رجع للمكسيك بفكرة ثانية، قال أقول لكم إحنا ما عاد نحتاج نفجر السفارة، نبغى نغتال السفير السعودي عادل الجبير. طيب وين نغتاله؟ قالوا والله دائما يومين في الأسبوع يروح المطعم اسمه ميلانو في واشنطن دي سي، ونفجر المطعم كله بقنبلة. طيب في ناس ضحايا بيموتوا، مو بس عادل الجبير، وأحيانا يجون شخصيات كبيرة هذا المطعم. قال ما عليكم سوي هذا المهمة وهذا هو المطلوب. طيب كيف المبلغ؟ قال أنا برجع الآن أمريكا وراح أحول لكم الدفعة الأولى. فعلا رجع لأمريكا وحول لهم 100,000 دولار، واتفقوا على يوم معين على أساس هذه العصابة تفجر المطعم اللي يروح له السفير عادل الجبير. ولعبها صح هذا العميل الملقب CS1، إنه على أساس يبني ثقة مع الإيراني صار إيش يرسل عملاء يراقبون تحركات عادل الجبير، متى يروح المطعم، متى يخرج من المطعم، وصار يعطيه آخر المواضيع. طيب نحدد موعد، حدد موعد يوم 5 أكتوبر يكون عملية تفجير المطعم بقنبلة. طيب يلا حول لنا الفلوس، انت حولتنا 100,000، باقي 1,500,000. رد منصور أرباب قال انا راح اجيكم للمكسيك وراح اكون رهينة عندكم حتى ايران تحول لكم المبلغ المتبقي بعد نجاح العملية. خلاص هذاك الوقت خلاص المخابرات الامريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عارفين هذه العملية، سموها بعملية التحالف الاحمر. لما وصل المكسيك يوم 28 سبتمبر ما دخلوا المكسيك، رجعوا على مطار نيويورك، وفعلا تم القبض عليه
تم القبض على منصور أرباب في مطار نيويورك، وبعدين لما ودوه للتحقيقات كب العشاء وقال لهم بالمخطط من أوله إلى آخر، أنهم كانوا ناويين في البداية تفجير السفارة السعودية، وبعدين طلبت منه إيران اغتيال عادل الجبير والسفارة بعدين. طيب ليش عادل الجبير؟ عادل الجبير في ذلك الوقت، يمكن تتذكروا المنطقة العربية كانت تمر بأزمة كبيرة ما يسمى بالربيع العربي، كان له جهود جبارة في محاولة إقناع الأمريكان بأن ما يحدث في البحرين هي مؤامرة إيرانية، وأن إيران تتدخل في البحرين وأيضا تتدخل في العوامية. وفعلا نجح عادل الجبير في هذه المهمة. إذا تتذكرون كذلك الله يرحمه الأمير سعود الفيصل، المكالمة اللي كانت مع هيلاري كلينتون وقفل الخط في وجهها يوم دخلت قوات درع الجزيرة البحرين. فالبحرين العزيزة كانت تمر بأزمة كبيرة في ذلك الوقت، مظاهرات واحتجاجات مثلها مثل بقية الدول العربية فيما يسمى بالربيع العربي اللي كانت تدعمه في الأساس أمريكا. أمريكا تفاجأت من موقف السعودية وموقف الأمير سعود الفيصل وتدخل قوات درع الجزيرة إلى البحرين. فعلا كانت متفاجئة في البداية، سمته غزو، بعدين مع تحركات عادل الجبير في ذلك الوقت لا، قالوا لا هذا مو غزو وهذولا بين الأشقاء، لأن قوات درع الجزيرة دخل منها 1200 جندي سعودي و800 جندي إماراتي وقوات بحرية كويتية، وقالوا عندهم فيه اتفاقيات وإحنا ما نقدر نتدخل. في إيران هناك زعلت وغضبت من موقف أمريكا أنه ليش أنتم تدعمون الدول إلا البحرين وقفتوا عندها على أساس السعودية يعني، فحاولت تسوي أزمة بين السعودية وأمريكا عبر اغتيال سفير سعودي على أراضي أمريكية. هذه ممكن يسبب أزمة دبلوماسية كبيرة بين السعودية وأمريكا، ممكن يؤدي القطيع. خلوني بالله أوريكم مقطع تدمع عين من الأمانة، المتصلة بحرينية انتخت بأشقاها الخليجيين وتحديدا بأبو متعب رحمه الله في ذلك الوقت، ولما دخلت قوات درع الجزيرة إلى البحرين. يوم شفنا هم داشين علينا صراحة دشت في قلوبنا، الله لا يحرمني منهم. وأطلب من رب العالمين إنه يأخذ من عمري ويمشي عمر الشيخ أبو متعب. أنغادنا والله يسلمكم ويعطيكم الصحة والعافية ويسلم ملكنا ويسلم ولي العهد. أخيرا إن شاء الله أني وفقت في شرح تفاصيل محاولة اغتيال عادل الجبير وعلاقة تلك المحاولة بالمشروع الإيراني في البحرين الذي أفشلته السعودية وأشقائها. تحياتي لكم وإلى اللقاء.